أهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر برفقتكم. الحديث دائما عن السلامة المهنية والجودة هو حديث فضفاض يحتاج لوقفات كثيرة، لأنه بكثرة المصانع وبكثرة الأماكن الحيوية محتاجة أنه ندخل السلامة المهنية حتى نحافظ على عافية المواطنين وأيضا عافية أصحاب المؤسسات. إذن الحديث في هذه المساحة عن سمارت السودان، منظومة متكاملة بشراكات متعددة للمحافظة على الجودة وللسلامة المهنية. منظومة ذكية، حنتعرف على كل التفاصيل دي مع باشمهندس مجدي أحمد المصطفى، مدير المركز الاستشاري الدولي لتأكيد السلامة والجودة المهنية. أهلا وسهلا، صباح الخير. السلام، صباح النور، سعيدين نكون معكم في قناة الشروق، إن شاء الله نقدر نقدم إفادات طيبة لمشاهدينكم. الله يكرمك باشمهندس مجدي. قبل ما ندخل في سمارت السودان، بكثرة المصانع الموجودة وشفنا في فترات أخيرة يعني حرائق متعددة في المصانع، ليه؟ لأنه أبسط الاحتياجات ما متوفرة من سلامة مهنية وجودة مهنية. فلأي مدى مهم برضو أنه نفعل دور السلامة المهنية؟ زمان كان موكل لوزارة الصحة، هسه بقت عندها أفرع مختلفة يعني. طيب، السلامة والصحة المهنية حقيقة يعني علم مهم جدا، وتطبيق معايير السلامة بيضمن كثير من الأشياء المهمة، وده بروجرام دولي. الناس بتتكلم عن السلامة والصحة المهنية لسلامة الممتلكات، سلامة الأرواح، وسلامة البيئة، فهي يعني محاور مختلفة. يجب إنه في قانون بيحكم العلاقة دي ما بين المنشآت وبين بين العمال، ويعني في تصنيفات للأمراض المهنية وللإصابات المهنية والأشياء دي كلها. يعني يجب إنه أي مؤسسة يعني تعمل في نشاط أي كان شكل نشاطها، يعني تقدم متطلبات السلامة على أساس إنه تضمن يعني عمل خالي من مخاطر وبيئة عمل يعني تكون جيدة. يعني قبل أصلاً ما تطبق الشروط والمعايير بصفة قانونية، المفروض نطبق الضمير نحكمه، لأنه الحاجة دي هي من أولوية إنه أنا العامل اللي عندي لازم أوفر له كل اشتراطات السلامة المهنية في حال أي حدث أو طارئ. فالموضوع ضمير في الأساس، صحيح؟ طبعاً، هي طبعاً السلامة نتيجة للجودة، والجودة نتيجة للسلامة. نحن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يحب إذا عمل عبداً أن يدغنه. الإدغان ده هو اللي بيجيب لك إنك التطبيق. والمزله بتاعت السلامه والجوده يعني مزله بتاعت زي ما انت تفضلت، يعني مزله بتاعت يعني 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 ضمير، ومزله بتاعت قناعات، يعني لانه في النهايه انت لا تستطيع انك تقدم عمل يعني مميز، عمل يعني يفيد، من غير ما انك تطبق عليه معايير السلامه والجوده. لانه اي عمل قد ينتج منه مخاطر، يعني الان المخاطر اختلفت مع التسارع، مع يعني كل حاجه اختلفت. بالتالي معرفة السلامة والوعي بالسلامة بمعايير السلامة وبضوابط السلامة لأي نشاط مهم جدا جدا، وهي يعني قبل ما يكون يعني صغار، فهي يعني في مبادئ، في كونسبت بتاع السلامة ذاته والجودة. الناس لم تكون واعية تماما بالمزلة، على أساس إنه يعني المخاطر اختلفت وتعددت، بقت يعني يمكن مع التسارع ده ما بقت المخاطر هي هالمخاطر. بالتالي إنه دايرة وعي أكبر عشان تقدر أنت تمشي لقدام وتقدر تصل لإنتاج حقيقي وتصل لأنه تطبق المعايير المطلوبة. طيب، السلامة والمعايير ومعايير الجودة، الفضفاض يعني الموضوع ما بيختصر فقط في منشآت، فسلامة الأرواح، سلامة الممتلكات وكذا، يعني تمدد ده. فبالتالي سمارت السودان اسم عريض، فمنظومة ذكية، أنت حتعمل شنو؟ طيب، مشروع سمارت السودان هو يمكن نحن يعني أكبر شراكة في تاريخ السودان، يعني شراكة ذكية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. والغرض من سمارت سودان انه انشاء يعني تعزيز مفهوم السلامه والصحه المهنيه والجوده على الاعمال كلها. الاعمال دي سواء كانت اعمال بيقوم بها يعني فرد او بتقوم بها مؤسسه، ان تعزز مفهوم السلامه بالشكل المطلوب، على اساس انه المؤسسات تكون قادره على التنافس، قادره على انها يعني تقدم. مشروع سمارت سودان في جزئيه مهمه جدا، اللي هي الجزئيه بتاعت توفير المعلومه المهنيه، لانه هو الان بيقدم في حاجه اكثر من مهمه، اللي هو السجل المهني. يعني السجل المهني ده ترميز للمؤسسات وترميز للكفاءات، على اساس انه يعني ديبنس على الكواليتي وعلى السلامه وكده، يعني على اساس انه في قاعده بتاعت بيانات للمؤسسات الملتزمه. لانه المساله انت قبل قلت كلمه مهمه جدا، المساله ما انه ممكن تكون عندك شهادات وممكن لكن ما ملتزم، يعني ده الضمير اللي انت بتتكلم عنه. فالتعريف الجودة
يعني او السلامه نحن نتكلم هي يعني تحقيق اعلى معدلات بتاعت رضا عميل، يعني العميل النهائي، لانه في النهايه نحن يعني المؤسسات دي بتقدم لنا في النهايه يا خدمه يا منتج، فالعميل ده لازم يعني يطمئن ان المنتج ده يعني حصلت له يعني حصل له رضا يعني عن المؤسسه، يعرف المؤسسه اللي بيتعامل معاه، يعرف بيتعامل مع منو، يعني تكون عنده معلومه متاحه على سنه يعني يقدر يتعامل مع منو. طيب. وده بيحقق تنافس بين الاعمال كلها بشكل كبير. طيب عشان نفصل اكثر باشمهندس، انت تكلمت عن المعلومه وتمليك المعلومه، هو جزء برضه من التدريب والتاهيل. بالعاده نحن حتى في مؤسساتنا ما بنحاول بقدر الامكان بصوره دوريه انه العاملين يتلقوا دورات تدريبيه حتى انه يتعرفوا على الاولويات ويقدروا يحدوا من المخاطر في حال حدوث اي طارئ. يعني في تو دور اولويه كان في الفيديو برضه جانب من التدريب والتاهيل، يعني فلأي مدى برضو سمارت سودان هي قادرة على إفراد مساحات مختلفة من التدريب للعامل؟ سمارت سودان هو حزمة بتاعت مشروعات يعني لتعزيز مفهوم السلامة والجودة. نحن عندنا مشروع بتاع يعني أخصائي وضباط السلامة والصحة المهنية، ده بيوفر عدد من ضباط السلامة المدربين للمؤسسات على أساس إنه يقدموا لهم الجملة المعنية بتاعت السلام. يعني ناس الآن مفترض في كل مؤسسة حسب القانون، هذا قانون العمل السوداني يعني أو قانون دولي، إنه يكون فيه يكون ضابط السلامة موجود. ليه؟ عشان يدير الخطر ويدير المخاطر ويقدر. يعني نحن في سمارت سودان الفكرة بتاعتنا تطورت أكثر من إنك أنت تتأهل. نحن بنجيب ضابط السلامة والصحة المهنية وأخصائي السلامة والصحة المهنية بياخد كورس معين، بياخد لايسنس. اللايسنس هي نحن سمارت سودان هو شراكة ما بين وزارة العمل والمركز الاستشاري الدولي، وفي اتجاه الثاني مع المركز القومي للمعلومات، والمنظومة ذاتها منظومة المنظومة الذكية المتكاملة للسلامة والصحة المهنية للجودة والسلامة والصحة المهنية، هي مواكبة الجودة والسلامة والصحة المهنية للتسارع الرقمي التكنولوجي. الكلام ده بدينا شنو؟ بدينا ان يعني المعلومة المهنية تكون متاحة وموسعة. ففي سيستم، السيستم ده يعني بيتيح لك جزئيتين. الجزئية الأولى المتعلقة بالسلامة، المؤسسات اللي أنت ممكن تتعامل معها وموقفها من السلامة. يعني احسن احنا لما نجي للتدريب ضبط السلامه ده لما او الصحه المهنيه او اخصائي السلامه بيكون عنده سيستم في اكسس على الدوله كلها، الجهات الخاصه ريليتد بالمساله دي، مجرد ما التحق بالمؤسسه او بيفتح لها فايل، الفايل ده اللي هو سجل السلامه بتاعه، بيقوم بيدون فيها كل الاشكالات كل ما يتعلق بالسلامه والصحه المهنيه، كل المستندات، بأكد كل الحاجات دي على سنه لما نحصل حريق، تحصل اصابات، تحصل اي حاجه بتحتاج لي يعني بيحتاج الكلام ده، التامين بيحتاج له، وزاره العمل بتحتاج له، كل الجهات بتكون عاد دايره تعرف موقف المؤسسات دي. فهي من يعني الان التكلفه بتاعت انك تلف على المؤسسات دي حاجه كثيره. صحيح. فاحنا قبل لما نقول التحول الرقمي يعني نحن نتكلم عن انك انت من محلك، يعني اول الدوله من محلها بتقدر تعرف موقف السلامه بالسيستم، لأن كل جهة عندها أكسس على السيستم تعرف إنه والله يسي مثلاً نحن في البلاد هنا ممكن يعني الجهة المختصة دار تعرف إنه موقف السلامة هنا شنو، يعني ما شرط يجي تيم عشان يشيك يعني من هناك، لأنه في ضابط السلامة رفع الحياة دي كلها في السيستم، بيخش على السيستم بيعرفوا الناقص شنو، بعد ذاك بيجي توجيهه ويشوف القانون قال شنو. للمصانع لكل الجهات دي. اثنين، بتكون انت انشأت يعني فرص كبيره للشباب وللخريجين، فرص بتاعت عمل يعني مقدره. يعني الان المؤسسات كثيره جدا تخلو من السلام وتخلو من ضابط السلام والصحه المهنيه، وعلم السلام والصحه المهنيه ده يعني ده قانون ما حاجه يعني رفاهيه. يعني طيب انت لازم باشمهندس، يعني بيت بكلامك طبعا المحاور اللي انا المفروض اتكلم فيها انت كلها جاوبتها بكلامك، لكن نمشي تدريجيا عشان نفصل اكثر. الامر فقط بيختصر في تمليك المعلومه ولا برضه في ادوات بتاع السلامه المهنيه بتوفرها المؤسسه؟ كل الاشياء دي بتتوفر. يعني نحن قلت لك المشروع وفوقه جزئيتين مهمتين. الجزئيه الاولى بتتعلق بتوفير المعلومه المهنيه للكاستمر. بتفيد بشنو؟ انا لما ارمز لك المؤسسات، انا ما بديك القائمه بتاعت المؤسسات، يعني ناس مؤسسه عندها شهادات مثلا دوليه بتاعت تطبيق معايير محدده، نحن ما جهه ما نحاول حاجه، نحن جهه بناكد مع الاكريديشن للانفورميشن بتاعت المؤسسه، انه والله يا اخي بنوريك المؤسسه دي يعني فعلا موجوده.
اول حاجه فيزيكالي قاعده، يعني هسه في مؤسسات هلاميه زي ما موجوده، ممكن تعمل موضوع طويل يجيبوا لك يعني منتج ويفكوا السوق وعلى شوي انت ما تلقى اسبير بارت. المشكله ذاته بتاعت التمدد، يعني أيوة. تمدد المصانع والمؤسسات ما فيها رقابه. تعمل هي الفكره بتاعت سمارت سودان رسم خارطه مهنيه للمؤسسات والكفاءات، على اساس انت يعني التحد من الغش، الاستلاب، التزوير، الاحتيال، دي كلها بتديك انت عمل بديت لي يعني الان بديك تقارير مهمه جدا. الان في كم خبير في المجال المعني، في كم بتكون انت عارف يعني القارض عندك كم مهندس فعلا في الان ممارس، فدي كلها الان احنا لو رجعنا الدوله قد ما تلقى احصائيه حقيقيه، ما في دوله بتنبني الا بمعلومات حقيقيه، يعني الكلام الا تكون في معلومات حقيقيه انت تقدر تبنى عليها. فالسيستم بيوريك بعد ذاك احنا ما قاعدين نعمل ابلود للمؤسسات او للكفاءات، في بروسيس محدده وفي معايير، يعني الجهه اول شخص الكفاءه ده لو ما استوفى ما بيجي، يعني ما بيكون في القائمه بتاعت قاعده البيانات اللي هي موجوده في مركز البيانات الوطني في مركز القوى المعلومات. طيب باشمهندس، في ماده حنشاهدها برفقتك ونجي نعلق عليها اكثر. النظام المتكامل للسلامه المهنيه الذكيه تحت شعار مواكبة السلامة للتسارع الرقمي والتكنولوجي. جهاز ضباط السلامة والصحة المهنية أنشأ بالقرار رقم 41 لسنة 2022 ميلادي بموجب قانون العمل السوداني تحت إشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والإصلاح الإداري. رؤية جهاز ضباط السلامة والصحة المهنية 2030-2044 بيئة عمل آمنة، ذكية، متطورة، ورسالة السلامة والصحة المهنية أساس التنمية. أهداف جهاز ضباط السلامة: نشر ثقافة السلامة وتعظيم مفهومها ككونها مسؤولية تضامنية، فتح فرص مقدرة لاستيعاب الخريجين والشباب كضباط سلامة، رفع كفاءة المؤسسات وزيادة قدرتها على السيطرة والتحكم في المخاطر، رفع روح التنافس في تطبيق مفهوم السلامة المهنية الذكية، تعزيز مفهوم الضمان الذكي التشاركي وإتاحته لمقابلة الأمراض والإصابات المهنية. وتتمثل مرتكزات جهاز ضباط السلامة والصحة المهنية في مجلس استشاري من كفاءات تمثل جميع جهات الاختصاص لإحكام التنسيق وتقديم المشورة، ومكتب تنفيذي رشيق من كفاءات تعمل على مبدأ الإبداع والابتكار. يضم جهاز ضباط السلامة والصحة المهنية عدداً من الأقسام: أكاديمية السودان للسلامة والصحة المهنية، وتشتمل على استخراج الرخصة الذكية للسلامة والصحة المهنية. تستهدف هذه الرخصة مجموعة من الفئات كضباط السلامة والأخصائيين ومشرفي السلامة المهنية وتقني الأغذية وسائقي المركبات التجارية المحترفين ومجموعة أخرى من الفئات. استخراج الرخصة المهنية لقيادة المركبات، وهي رخصة لتحسين الصورة الذهنية لمهنة السائق، عينت برفع الوعي بالمخاطر والتمييز المهني، وتعمل على مبدأ تطوير مهارات السائق لمواكبة تسارع صناعة المركبات. ترتبط هذه الرخصة بصورة مباشرة بعملية التأمين الخاص بالمركبة، وتمنح للسائق بعد الاطلاع على وثيقة تضم عدداً من الضوابط التي تساعد على تطبيق معايير الجودة والسلامة. وفي حال عدم الالتزام بأي بند من بنود هذه الوثيقة، إدارة التطوير المهني الحق في سحب الرخصة. بطاقة القيمة المضافة، وهي بطاقة ذكية يعرف حاملها رقمياً عبر قارئ خاص، حيث يمكن له إرسالها لأي جهة أو وضعها بالمنسقات الدعائية أو المستندات للتعرف عليه، ويتمنح حاملها قيمة إضافية دون تحمل تكاليف فتح مؤسسة لمزاولة نشاطه المهني. مستشفى السودان للإصابات والأمراض المهنية، وهي مؤسسة ذكية أنشأت لتواكب التسارع الرقمي والتكنولوجي، وتهدف إلى ضمان تقديم باقة خدمات صحية لعملائها عبر شبكة. أهلا بالمشاهدين، ده كان تعريف مكتمل تقريبا عن كل التفاصيل احنا تحدثنا عنها. نواصل حديثنا مع باشمهندس مجدي أحمد في محور أخير. إذا كانت إدخال تقنيات حديثة أو تقنيات حديثة بالنسبة للشراكة الذكية في سمارت سودان، هل ممكن برضو يصل لمناطق أقاصي السودان ما فيها جودة بتاعة الإنترنت أو إرسال جيد؟ طبعا المشروع يعني الصمم، ونحن عارفين الآن السودان يعني ماشي عليه اتجاه من التغمية، في طبعا امكانيه، ونحن اصلا يعني في ترتيب يعني مركز القوى المعلومات يعني هو الجهه المعنيه برسم الخارطه الانتشار للمشروع بالشكل التقني، ونحن مستهدفين كل بقاع السودان، لانه يعني اي نشاط
يعني بيؤدي او نشاط اقتصادي نحن مستهدفينه بشكل مباشر على سنه تتوفر فوق السلامه المطلوبه وتتقلل فوق المخاطر، لانه الان زي ما انا ذكرت المخاطر دي اختلفت، يعني اختلفت وبقت يعني مؤثره جدا، ويعني الحد منها واجب، يعني لازم الناس تشتغل وتكون في توعيه كبيره. نحن برضو الان يعني بدينا نعمل في ترتيب مهم جدا بالنسبه للتوعيه. نحن عندنا جائزه للسلامه والصحه المهنيه على مستوى السودان ان شاء الله حنصيغها على اساس نشوف موقف السلامه، ونحن عندنا برضو كرسي سمارت سودان حيكون يعني للجوده المتعلقه بسلامه البيئه التعليميه، اللي هو البيئه المدرسيه والبيئه الجامعيه، ودي برضو بتدينا مؤشرات لموقف السلامه في التعليم، بيدعم المسار التعليمي انه يعني كيف تحقق جودة التعليم، لأن برضو الآن في مخاطر كبيرة جدا جدا في أوساط الطلاب، مخاطر متعلقة بالتسارع، مخاطر متعلقة بالمخدرات، فدائرة توعية كبيرة جدا. فنحن عندنا برضو توعية متعلقة بالعمال حقوق والإصابات والأمراض المهنية برضو حنشتغل عليها بالنسبة للمواقع الخطرة، المواقع من مصنفين يعني، ففي يعني في نشر ثقافة السلامة والجودة فارد الله مساحة كبيرة جدا، ونحن بندعو كل الإعلام إنه يكون شريك رئيسي في مسألة التوعية، لأنه السلامة دي والجودة ثقافة يعني. طيب. أي مؤسسة أي دولة قفزت ويعني مشت لقدام لأنها فهمت يعني لازم يعني تطبق السلامة والجودة وطبقتها بالشكل الصحيح، والنتائج بقت واضحة بالنسبة لها. جميل جميل. الحديث عن السلامة والصحة المهنية والجودة لا تختصر المساحات الضيقة، نحتاج لمزيد من الحلقات حتى إنه نقدر نفصل فيه أكثر ونقيف عن كل محور تكلمت عنه لأنه عنده جوانب متعددة. أنا أقدر جدا باشمهندس مجدي أحمد المصطفى مدير المركز الاستشاري الدولي لتأكيد السلامة والجودة المهنية على حضورك صباح في صباح الشروق، كثر خيرا. شكرا جزيلا، وسعيد أن نكون معاكم، إن شاء الله يكون في امتداد للتواصل. الله يديك الصحة. الله يكرمك.